قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، متى تقال؟ بعد الفراغ من الأذان أم أثناء الأذان؟ هذه الكلمات الطيبة تقال صباح ومساء خير رمضان. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وجبت له الجنة. فالرسول الآخر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. ويستحب أن تقال عند الشهادتين في الأذان، عندما يجيب المؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، بما ثبت الحديث الصحيح عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عند الشهادتين غفر له ذنبه.